أستاذ سعد، هل هناك وساطة سعودية بين تركيا ومصر اليوم؟ الوساطة تكمن في تركيا. تركيا هي السيد أردوغان قام بعمل براغماتي طول السنتين الماضية، عليه الآن أن يسير في هذا النهج مع الحكومة التركية، مع الحكومة المصرية. هناك يعني أمور تشوب العلاقات التركية المصرية، ليست من الجانب المصري بل من الجانب التركي. عندما ترفع هذه المعوقات ستعود العلاقات على أحسن مما تكون. وأيضا قد لا يفهم زميلك في الاستوديو الصحفي الذي رد علي هذه الشوائب، لأنها تتعلق بالاستراتيجية وتتعلق بالأمن القومي المصري والأمن القومي التركي. وهناك من يتحدث في الصحافة لا يعي هذه الأمور. وأنا أعتقد أن السيد أردوغان ببراغماتيته المعهودة سيرفع هذه الشوائب بين العلاقات المصرية التركية وتعود الأمور إلى أحسن.